حرب النفوذ وصراع المصالح، هكذا عنون محللون التدخل الدولي في سوريا، مضيفين أن القمم باختلاف زمان ومكان انعقادها واتفاق اشتراكها على الملف السوري تكون لإدارة المصالح في سوريا لا لإنهاء ماساتها. وهنا يبرز ما اتفق على تسميته سياسيا وعسكريا بسوريا المفيدة. لم تغب التسوية السياسية عن قضية معقدة يربو عمرها عن 7 سنوات، إلا وحضرت في المقابل تفاهمات كبرى ومقايضات تحدد خرائط النفوذ في المنطقة. هذا ما أكده مراقبون رأوا في مناطق شرق نهر الفرات قبلة اقتصادية واستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المنطقة تشكل نحو ثلث مساحة الأراضي السورية وتضم 90% من إنتاج النفط، إضافة إلى 45% من إنتاج الغاز السوري حسب تقدير خبراء. واشنطن عبر الميليشيات الكردية الذين يقول محللون أن أمريكا تستخدمهم وقودا لحربها الاقتصادية في سوريا سيطرت على شرق الفرات، وهنا برزت تركيا كطرف له مصالحه الاقتصادية والجيوسياسية. فعين أنقرة الآن على منبج، حيث القوات الأمريكية وأخرى بريطانية وفرنسية، والصراع في هذه المنطقة محموم على خط الغاز وأبار النفط. فمن أمنها القومي وسلامة شريطها الحدودي تنطلق تركيا كما يرى مهتمون بالشأن السوري للولوج في دائرة التنافس على الثروات الباطنية السورية. روسيا التي قدرت كلفة الدمار في سوريا ب400 مليار دولار ليست بمعزل عما يجري، فهي تنافس واشنطن على المقدرات السورية وتبسط نفوذها على أهم القواعد العسكرية والمناطق الاستراتيجية والموانئ البحرية على الأبيض المتوسط، فضلا عن توسعها المستمر في غرب نهر الفرات ومساعيها الحثيثة في تأمين حصة كبيرة بمستقبل سوريا الاقتصادي ودعم النظام في السيطرة على الطرق والشرايين الرئيسية في البلاد. اللافت أن مناطق سيطرة ميليشيا النظام التي قدر ناشطون أنها وصلت لنصف الأراضي السورية تفتقر إلى الموارد الطبيعية، وأن الغاز والنفط شرق البلاد تحت سيطرة أمريكا وحلفائها، ومناطق استراتيجية أخرى قرب الموانئ البحرية وغرب نهر الفرات تسيطر عليها روسيا، وهذه مناطق لم تدمر بنيتها التحتية كتلك التي على الجانب الآخر. وإلى هذا عزى محللون إعلان 18 دولة في اجتماع بقيادة أمريكية عقد في نيويورك في أيلول الماضي أنها لن تشارك في إعمار سوريا ما لم يحصل حل سياسي، وهي أطراف نفسها قادرة على إيجاد الحل السياسي لكنها تقف دونه انسجاما مع مصالحها وخططها الاستراتيجية.